السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم في واحد نقدروا نسميوه برانك، نقدروا نسميوه مقلب، ونقدروا كذلك نسميوه كاميرا خفية. اليوم معنا لأول مرة على لاشين يوتيوب ديال صالح سمرطاس غادي نديرو مقلب، ومقلب ماشي لأي واحد. هذا المقلب اليوم غادي نديروه، فغادي نديروه الام سي سناك اللي هو أصغر رابور في المغرب. حيد عليا داكشي ديال اجي حقا دير مسك ما عارفش ولا. غادي تشوفوا ام سي سنيك اليوم غادي يتمحن بالبيان. خليكم مع ام سي سنيك، وخليكم مع المقلب، وخليكم مع الكاميرا الخفيه، وما تنساوش ديما لايك كومونتير وديما ابوني، وكشكش اللعبه غم اللعب. وتحيه للمغاربه داخل وخارج ارض الوطن، وخليكم مع كشكش اللعبه. اذا باش غادي نعرفوكم اكثر على المقلب شنو هو، ام سي سنيك عنده واحد الفيديو كليب غادي يصوره قريبا، وانا وعدته باش غادي نجيب ليه واحد الاس اش اخر موديل اللي هي 2018. غادي نجي عنده دابا كما غادي تشوفوا، غادي نعيط ليه في التليفون باش يتلاقاني على اساس باش يشوف الموتور. ملي غادي يشوف الاس اش غادي نهبط لعندو، وغادي نخليه حدا الاس اش، وغادي ندير له مقلب ديال واحد السيد غادي يعيط في التليفون باش هو غادي يحيد من الاس اش. وهنا غادي يكون عندي انا دوزيام كونتاكت، وغادي ندي له الموتور وغادي نخبعه، وغنجي عنده ونقول له فين هو الموتور. هادشي كامل بدون تزواق بدون فاق غم اللعب. خليكم مع المكالمة. الو السلام عليكم. عليكم السلام. فين شو عايد؟ فين اخويا؟ كيداير مزيان؟ مزيان. كيداير شي رمضان؟ مزيان الله يبارك فيك. الله يسعدك. ما عاد فقتي؟ لا فقت بعينات هي شي وصافي. ايوا السلام. ايوا شنو ما مشيتش معاهم واحد النهار؟ ضروري. ضروري. فوقاش غادي تصور فيديو كليب ديالك؟ انا ما عرفتش، ما بغيت انت بغيت هاد النهار نصور هاد النهار. والمهم دابا اسمعني، على حساب داك الاس اش اللي موديل 2018 باش تجي شي حاجه ثابته. المهم فين راك دابا انت باش نجي عندك تشوفها؟ لا بغيت تضرب شي طويل. شكون شمن بلاصه؟ اللي كنت داك النهار حطيتك النهار ديال الثاني في رمضان ياك؟ اللي حدا جامع الانصار ياك؟ اشوف. دوز معاك المويتي نشوفو كيديرو. وراني جايبالك اصاح. صافي. صافي. يلاه تشوف. يلاه تشوف. الخط الثاني نقولوها يعني. شوف شوف هاي البراش هاي. شوف 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 مزيان. Thank you.
هذا مزيان حرتي علاش كيدير بان مصداقي من راه الدرب غادي جاي كذا وما تعطلش. الو الو فين شوعي؟ خرج خرج عندي الجامع الانصار. جامع الانصار؟ اي خرج عندي نتعاودو شي شويه انا هي تما تخرج غير من الدرب انا اون فاس عليك. خيس فين هو الموتور شوعي؟ وايلي صاحبي خليتونا جيت لعندك صالح. وايلي واش لعبوا معنا في حومتنا؟ شوعي بصاحبي واشنو غادي نديرو؟ وايلي اللي خليتونا صاحبي صالح ولا لعب الدراري هذا صح اب ناقص من هاد المجيه ديال المرض كاع صاحبي قبل ما تقعد تندب عليا صالح صاحبي شوف كتملغ معايا يقولها صالح صح اشوف معنا هاد الحرير الموتور راه ديال مولاها صاحبي وي الحماقه صاحبي واش موتور طار لشنو هاد الشيء صاحبي الموتور راه غالي راه 5 ديال المليون هادي يا صاحبي اصوني على باك ولا شنو غادي دير صاحبي شوف لنا هاد المصيبه ادير معنا الحل صاحبي راه مصنعرف لاصنا كلا سمرت سلاسي ديسكري صاحبي بين لي غير دور صاحبي وانت راه دوجك جيت زاله لا دار لعب الدراري المعلم الموتور صالح خليتيونا صاحبي شوف الحل انت يا خويا واش نديرو اخاي عرفتي شنو غادي دير يلاه نمشيو نحطو شي ديكلاراسيون بعدا في عند البوليس كوميساريه ليلى عزاني غير انا زعما الخيطه ليلى عزاني ما اول مره تندير هاد اللعبه كشكش اللعبه المهم شوف المهم بالرجوله تصيدتي ولا تصيدتي فيك الاحساس ديالك اش لي يموت البعض مليح المهم اش لا تتسلي تخدم في اليوتيوب شوف هانتوما كما شفتوا كاميرا عاق علي عين بالكلاشات والصلابه في الراب كدا نفاعل ورا شي لعيبات غادي نحاولوا نحيدهم في المونتاج ساعات ولا راه موتور بنادم راه هذا فهمتي ايه
المهم الشرفة اسمحوا لينا هو المهم كنتمنى يكون عجبكم هذا المقلب هذا اللي درنا المعلم الشعيب الا خرجها من يدنا راه داك الشيء ناطيري المهم تبارك الله عليكم هو شمبروكه الى اللقاء عمري نولي صور ما الله يعاونك شكون